يدفع صحفيو اليمن حياتهم ثمنا لنقل معلومة واحدة، وأحيانا كثيرة لالتقاط صورة ما كان لأحد أن يشاهدها لولا أن هناك من غامر بحياته. وقد غامر الصحفيون طيلة عام ونصف بحياتهم لنقل الأحداث في مناطق الحرب، وتمكنوا من إيضاح الكثير من الحقائق، لكن ذلك كلف البعض حياته، وهم حسب تقديرات نقابة الصحفيين اليمنيين 6 صحفيين سقطوا ضحايا الكلمة والصورة خلال 6 أشهر الماضية. وقد توزع الضحايا في مناطق مختلفة، ولم تشفع لهم الكاميرا التي يحملونها لينجوا، بل حتى في مواضع عدة كانت سببا كافيا للموت أو الاعتقال. وقد قال التقرير الرصدي أن ميليشيا الحوثي ومعاونيها تصدروا الجهات المنتهكة لحرية الصحافة، وأن سجونهم كانت الأكثر ازدحاما بالصحفيين الذين طال اعتقالهم بلا تهم حتى. الكثير من التقارير تتطابق في سرد التفاصيل المعاناة التي يعيشها أصحاب الرأي منذ سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الميليشيا، ومنذ ذلك الحين تحول السواد الأعظم منهم إلى ملاحقين أو مشردين أو بلا فرص حياة.